يا هل عندك نسيبك حاب يتزوج جزائرية؟ هل تتهاوشي معها كيما احنا نتهاوشو معها؟ جائزنا ولا لا؟ وكي تهاوشي معها بأي لغة تتهاوشي معها؟ سمحولي بزاف بزاف، لأنه صراحة كي نتفكر الموقف هذا ما نقدش نحكم روحي. السلام عليكم ومرحبا بكم، إن شاء الله تكونوا كامل كامل لاباس. في الحقيقة اليوم الفيديو اللي كنت نحاول بزاف نديرو اللي هو Q&A أو الأسئلة على الأجوبة تاعكم، عندي مدة شهر من اللي حطيت في الانستغرام أو الانستغرام تاعي، إذا حبيتوا تدخلوا فيه، حبيتوا تشوفوا، حبيتوا تبعثوا لي أي شيء فيما حطيت، ما هي الأسئلة اللي حابين تعرفوها عليا. وكانت الأسئلة كثيرة كثيرة، لذلك اليوم خيرت تقريبا 10 أسئلة اللي راح نجاوب عليهم. وما تنساوش قبل ما نبداو الفيديو هذا ما تنساوش الاشتراك في القناة، تخلوا لي رايكم في خانة التعليقات، نحبكم بزاف بزاف. واول سؤال اللي راح نبدا به اليوم، ماذا تريدين من متابعينك على اليوتيوب؟ في الحقيقة هذا السؤال جا مني، حبيت نعطي مقدمة صغيرة لأنه القناة راهي مانيش عارفة واش وصلي فيها اليامات هذو، راهي تموت 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 وما عملش واش سبا. المهم اللي حبيتكم تديروه في خاطر كل الايام اللي كنا مع بعض، حبيتكم تشاركوا الفيديوهات، حبيتكم تخلوا الفيديوهات يمشوا حتى النهايه، انه تضربوا طلع على القناه وتشوفوا الفيديوهات اللي ما شفتوهمش قبل. واكيد اكيد اغلب الفيديوهات راح تفيدكم سواء في حياتكم الدراسيه سواء في حياتكم العمليه. وراح نبدا دوكا مع اول سؤال، شحال عندك ملي جيتي لتركيا؟ في الحقيقه انا جيت في 2019 بعد تخرجي من شهاده الماستر مباشره، بعدها بشهرين او شهر ونص هزيت الطياره وجيت، الحمد لله عندي 3 سنين وشويه. ثاني سؤال اللي جاني بزاف اللي هو واش اصلك انت، يعني هل انت قبيليه هل انت عربيه الى ما ذلك. انا في الحقيقه انا امازيغيه، من تحديدا من ولايه بجايا، تحياتي لولاية بجاية وكل سكان بجاية. بعد ذلك انتقلت لعدة ولايات سواء كان وحدي سواء كان مع العائلة تاعي، كنت في ولاية الطيف مدة كبيرة جدا، بعد ذلك انتقلت لبليدة وحاليا راني مازلت في بليدة. السؤال الثالث اللي قالوا لي بزاف، واش راكي ديري في تركيا؟ انا في الحقيقه استاذت فيزياء، تخرجت في الجزائر، دبلوم ماستر فيزياء نظريه، دوكا راني نقرا فيزياء دكتوراه في جامعه اسطنبول، كذلك راني نقري فيزيك لهنايا في مدارس دوليه، نقري في الليسي. كاين كذلك لي بزاف حيروني بالسؤال هذا، لي قاعدين يسقسوني واش هو اصل الزوج تاعك الحقيقي، لانه بزاف لي قالوا لي زوجك ميبانش تركي. لكن حبيت نقولكم زوجي 100% تركي كما انا 100% جزائري. كذلك كاين سؤال بزاف يتكرر لي، كيف تعرفتي على زوجك؟ زوجي حكايتي وحكايته حكايه بزاف طويله وعريضه ما راحش تخلص في فيديو، لذلك كنت بزاف ناجل الفيديو هذا كيف تعرفتي على زوجك. بصح دوكا راح نعطيكم نظره عامه، انا كي جيت لهنا جيت مع جمعيه ايزاك، جمعية ايزاك يخدموا معهم مجموعة من الطلبة ومجموعة من يعني المنظمين. جان كان واحد من المنظمين اللي كان معهم، كان فقط اذا احتاجوه ولا يعيطوا له. المهم تعرفت عليه في جمعية ايزاك كي جيت لهنايا، جان عاوني بزاف ورالي بزاف صوالح والى ما ذلك حتى نهاية انه تزوجت. سؤالي بعده راح يجيو الاسئله تاع هذو راح نخليهم في اخر الفيديو اللي ما عليهم شويه من تفاصيل. اللي يجيني بزاف كذلك اللي هي، هل ندمتي انه تزوجتي رجل من غير الجنسيه الجزائريه او هل ندمتي بالتحديد لانه زوجتي تركي؟ في الحقيقه الحمد لله ما ندمتش ابدا، كان قرار اتخذته يعني على مهل مشي اتخذته بسرعه، لذلك الحمد لله ونشكر ربي على النعمه تاعو. كاين سؤال ثانيك اللي بزاف يطرحوه عليا اللي هي، هل العجايز التركيات وعرات كيما في المسلسلات ولا شريرات؟ بالكلمه الصحيحه اللي استعملوها، شريرات كيما المسلسلات التركيه، كاين فيها نوع مليح كاين اللي فيها نوع ماشي مليح، لكن اغلبهم تلقاهم عجايز لطيفات، خاصه اذا تعرفي طيبي وتعرفي تفلزي وكل شيء يزوق فوق راسهم. لا لا، العجايز التركيات ماشي شريرات، بالعكس عجايز لطيفات وكلش، بصح اكيد كاين فيهم عجايز اللي تاع صح تقول شي راكي هزيتيها من المسلسل. لذلك ما تقدروش تحكموا كذلك على تجربتي، يعني ممكن نتوما وزهركم ممكن تطيحوا في عجوزه تهزكم فوق راسها، ممكن تطيحوا في عجوزه اللي تشرفكم المرار.
كاين زوج اسئله اللي هضرت لكم عليهم في نص الفيديو، اللي هي زوج اسئله اللي بزاف بزاف يتكرروا، ساعات كذلك يجيو من وراهم بزاف تعليقات سلبيه. يا اول شيء، كيفاش سافرتي وحدك لتركيا؟ كيفاش اقنعتي اهلك تسافري وحدك لتركيا؟ ثالث شيء اللي هي كيفاش اقنعتي اهلك انه تتزوجي من غير جنسيه او تحديدا الجنسيه التركيه؟ اولا باش نجاوبكم على السؤال الاول، كيفاش قنعت اهلي؟ في الحقيقه اقناع الاهل ماشي بسيط اكيد، خاصه اذا كنتي بنت، لكن انا اللي نقدر نقول لكم عليه انه اهلي دايرين فيا يعني كما نقولوا 100% ثقه، والحمد لله ما كسرتش الثقه تاعهم. ثاني شيء اللي لازم تعرفوه، انا عندي اهل تاع صح خاصين سبيسيال، والحمد لله الحمد لله دائما نشكر ربي على هذه النعمه. اهل داعميني في بزاف صوالح اكيد، لكن اكيد انا جزائريه واهلي جزائريين، لذلك كان عندي شويه صعوبات انه اقنعتهم، لانه نشفى كي كنت نهدر انه بغيت نسافر وندير وندير كانوا مستحيل مستحيل ديري هذه الناحيه من بالك. كما خبرتكم انه قبل ما اهلي يخلوني نسافر وحدي كنت نسافر في الجزائر، يعني نروح عند خالتي نسافر عندها مده شهر والى ما ذلك، يعني وريت للأهل تاعي باللي الحمد لله راني قد المسؤولية وكثر من المسؤولية. كذلك كان عندي بزاف طموحات، والحمد لله كنت دايما ندعي ربي وكنت متمسكة بالحلم هذاك، على الرغم أنه كنت أشوفه مستحيل، اللي هي أنه نسافر نقرأ وحدي ونخدم في الخارج وإلى ما ذلك. فأنا اللي حبيت نقول لكم، لازم تربحوا ثقة تاع أهلكم، مشي غير نخرج الخارج وخلاص. لا لا، أنا أهلي كي قلت لهم بغي نخرج الخارج مشي بغي نهرب من الجزائر، لا لا، خبرتهم باللي انا حابه ندير مستقبل عمري، لانه في النهايه مع الاسف ما كانش كل اللي راح يتحمل مسؤوليه تاع القرار تاعي غير انا. اذا قعدت في الجزائر وما خدمتش وما درتش وما درتش، انا في النهايه اللي راح نتعذب بهذاك القرار ماشي حتى واحد. والحمد لله كما خبرتكم اهلي كانوا يعني بعد محاولات طويله الحمد لله بداو يديروا لي شغل الدعم، ودعموني بنا ماديا ونفسيا وكل شيء. لذلك نوجه تحية بزاف بزاف كبيرة لأهلي، وحبيت نقول لكم نحبكم من كل قلبي، ربي يحفظكم يعني تاع الصح، يعني أكبر نعم اللي عطاهم لربي هي نعمة والدي. ثالث شيء اللي حبيت نخبركم به، كيفاش أهلي قنعتهم بالزواج بين رجل غير جزائري. أول شيء حبيت نقول لكم باللي ماما كانت تعرف أوزجان، يعني ما كانش عندي مشكلة أبدا في إقناع أمي العزيزة، يعني وخاصة أنه تعرف باللي أوزجان راجل بكل معنى الكلمة، أنه إنسان متدين، إنسان صالح، وإنسان جد متربي، وإنسان عند الكلمة تاعو، يعني كل ما تعيط كل ما تعيط له تصيبه. لذلك النهار جيت نقولها باللي أوزجان شغل أوزجان وجاي يخطبني، ما قالت لي سير باغية تتزوجي واحد تركي، قلت لها ماشي المشكلة في واحد تركي كلنا عباد الله، بصح انا كي شفت أوزجان وكي عرفت أوزجان عرفتو انه راجل، وهذا اهم حاجة عندي. قالت لي صليت استخارة، صليت الاستخارة، والحمد لله كل خلتني نعرف صح انه الحمد لله أوزجان هو الرجل المناسب ليا. بعد شهر هكذاك خلاص ماما قالت لي انا ما عنديش مشكله، لازم نهضروا مع باباك. هذه اللقطه في الحقيقه، حتى النقطه هذه انا كان عندي امل، هي كي قالت لي نهضروا مع باباك انا فقدت الامل، قلت ابي مستحيل يقبل هذا الشيء ابدا. على كل حال مع محاولات طويله 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 مع ماما، ومحاولات ومحاولات محاولات محاولات، سبحان الله وانا ندعي ربي يصبح وعشوه بالليل ونهار في الصلاة وفي الطريق وفي كل بلاصه، نقول يا ربي ان كان خيرا لي فيعني خلي القبول على يعني قبوله عند ابي، ويكون راضي به ويكون راضي عليا، لانه صراحه انا من نوع اللي اذا قالت لي ماما لا لا، اذا قال لي ابي لا لا، مستحيل ندير هذاك الشيء. لذلك كانت يعني قرار الوالد تاعي بزاف حاسمه. المهم بعد ممكن شهرين ولا عيطت لي ماما قالت لي نقول لك، قالت لي باباك قبل، وانا الحمد لله. لكن هذه كانت شغل الدرجه الاولى. كاين الدرجه الثانيه اللي كان جدي ربي يرحمه، جدي كان صعيب بزاف، يعني ما عندوش هذا العقليه تاع انه تروحي تزوجي في الخارج، ولا لا لا ما كانش بنا كامل. الحمد لله سبحان الله، شوفوا بكا كيما نقول لكم ربي كي سهل. اول حاجه، ثاني حاجه العائله تاعك كي دير فيك الكونفيونس. جدي قالها لها بالكلمه هذه، قال لها الطفله هذيك تعرف صلاحها،
قالها اذا قبلت به واذا يعني رضات به خلاص انا راضي. هي قالت لي هكذاك ما قدرتش نامن. سمحوا لي بزاف لانه صراحه كي نتفكر الموقف هذا ما نقدرش نحكم روحي. والحمد لله جان كان قد الكلمة تاعو، كان راجل يعني كما نقولوا على الرغم ما عنديش أبي هنايا وماشي ما عنديش عائلتي هنايا، لكن صراحة هو بالنسبة لي شغل العائلة بكاملها، جدي وخويا وأبي وصديقي وكلش الحمد لله يا رب. سؤالين في الحقيقة، واحد فيهم ضحكني بزاف. راح نبدأ لكم بالسؤال الأول. ليه هي قالت لي أنت عايشة مع جوزتك؟ إيه عايشة مع جوزتي. هل تتهوشي معها كما احنا نتهوشي مع جائزنا بالأهلة؟ وكي تهوشي معها بأي لغة تتهوشي معها؟ شوفي مش حبيت نقول لكم، ماشي لازم اي علاقه بين سلف او لا بين عروسه وعجوزه لازم تكون علاقات متوتره وعلاقه تاع مهوشه، لا بالعكس، سواء حبيتي وسواء كرهتي لازم تكون علاقتك طيبه مع اهله. لذلك انا ما نقدرش نقول لكم نتهاوش مع جوزتي، من اصلا ما نتهاوش، علاش نتهاوش؟ لكن ما هي اللغه اللي نتفاهموا بها؟ هي اللغه التركيه. حتى عجوزتي كاين كلمات بزاف تعلمتهم باللغة الإنجليزية، مثلا تقولي eat، تقولي مثلا show. بالصح شغل أغلب اللغات تكون لغة تركية. وآخر سؤال جاني وراح نختم به الحلقة تاع اليوم، اللي هي هل عندك نسيبك حبي يتزوج جزائرية؟ شوفوا ما كذبش عليكم، نسيبي في الحقيقه كان باغي يتزوج وحده جزائريه، شاف كي شافني انا جزائريه عرف بلي الجزائريات عندهم شغل يعني ملاح، يعني كاليتي شابه. يعني كان صراحه كان حب يتعرف على وحده صاحبتي، قال لي باسكو شاف كاين صديقات جاوني للعرس تاعي، كان حب يتعرف على وحده من اصدقائي، لكن صديقتي هذه تعرفت على صديق زوجي وانا اللي عرفته في الحقيقه، وان شاء الله ربي يكتب لهم الخير. بحكم انه حاليا ما عنديش بزاف اتصالات مع اصدقائي والى ذلك، تخلى على الفكره هذه، وحاليا هو ونومو اذا تزوج تركي، انا جو سوي سوري سيرتان، لانه هو ماشي كيما اوجان صراحه. هو نحسو اكثر تركي بزاف، لكن اوجان نحسو كشغل عنده كيما نقولوا عنده توسع فكري بزاف انه يستقبل ثقافات واحدة اخرى. كيما مثلا نسيبي مثلا يحب غير الاكل التركي، ما عندوش حتى قبول انه ياكل اكل مثلا غريب عليه. اما اوجان مثلا ماذا به يجرب مثلا اكل جديد، يجرب حاجه جديده، بس راح نسيبيه ما كاش من هذه، ما عندوش كامل. لذلك اذا داتوا وحده جزائريه لازم تكون طليعه بالاكل التركي وبالعادات التركيه 100%، حتى انه ما عندكش فرصه باش تطبقي العادات تاعك. لذلك هذا هو اللي سقسيتيني على نسيبي اه باغي يتزوج جزائريه، بصح ما ظنيتش حياتي جزائريه. المهم اصدقائي صديقاتي، نتمنى يكون عجبكم الفيديو تاع اليوم. وفي الحقيقه راني نخطط نشري ايفون، لذلك دعوا لي معكم. مستحيل حاليا نشريه للأسف شديد، لأنه تركيا كما تعرفوا من أغلى الدول اللي بيع يعني آيفون الأبل وهذه الأمور. لذلك إن شاء الله راح نسين لما من كل جهة باش نشيلكم آيفون، وإن شاء الله تكون كاليتي ديماج أحسن من هذه باش تستفادوا أكثر، تكونوا حاسين بالراحة أكثر كي تكونوا تتفرجوا الفيديوهات تاعي. ما تنساوش الاشتراك في القناة، خلوا لي رايكم في خانة التعليقات، وما تنساوش كما قلت لكم تشاركوا الفيديو هذا، تشاركوا الفيديوهات السابقة، ولا تروحوا تضربوا طلع على الفيديوهات السابقة. نخليكم في أمان الله، تهلاو في روحكم، باي باي.